كذا الشيء. ونور الدين سعدي فرح وضحك لما شاف صور تتويج تاع المنتخب الوطني سنة 1990، واللي كنت معاه في الطاقم الفني مع رفقة عبد الوهاب ربي يرحمه، وكذلك فرغاني، وكذلك الشيخ كرمالي اللي كان الله يرحمه. الناخب الوطني الرسمي. لا يعني السؤال يطرحه العديد من الجمهور الجزائري، علاش هذيك العقدة تاع المنتخب الوطني في كؤوس افريقيا للامم؟ وش من عقدة؟ عقدة ما منذ 68، منذ المشاركة الأولى للمنتخب الوطني في كؤوس افريقيا، فزنا بكأس افريقيا واحد بالرغم من الأجيال الذهبية اللي مرت على المنتخب الوطني. بعد التسعينات نظن الفرق الوطنية الإفريقية مشات في تطور أحسن من الجزائر. الجزائر يعني احنا طحنا في نخبة هائلة كلاعبين، يعني مواهب كلهم تقريبا في 22 هما مواهب. يوم تكون عندك فريق موهوب، نتكلموا بزاف في لي بلاطو على اللاعبين، على المدربين، على المدربين، كأنهم هما اللي عندهم مفتاح الفوز. هو اللي قال لك عندنا مدربين تاع، سامحني، لا قلت لك في كرة القدم النتائج يجو افون تو باللاعبين مش بالعمل، لان لو جاء غير العمل اللي يخدم لك اللاعبين. فانديس كانوا عندنا دي جوار من مستوى عالي، رحنا بهم دفع كوب دي موند، بصح ما ديناش كوب افريقيا، تحقنا فينا 80 ودينا كوب افريقيا في الجزائر 90. بالجيل الذهبي باللاعبين الموهوبين الثمانينات، سنوات الثمانينات، وعلاش الاخرين كانوا راقدين؟ كانوا ثاني دو بون زيكيب، مي لحقوا فينال، يروحوا فينال. 90 بون سيتي شينو، نافي ان تري بون ايكيب، ونافي ان اونتونت بيناتنا هايله، كانت ثقه متبادله بين لو ستاف تكنيك ككل، واللاعبين ثاني كانوا ما كانش عندنا لا فولي دي غروندور. هذه تاع قبل لي ستاج ليترونجي، كنا شهر قبل في لوتيل تاع سان جوي، شهر قبل نور الدين سعدي، قبل يعني قبل